منظمة الصحة العالمية دلوقتي بتعمل مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد عشان يتم استخدامه في موسم أنفلونزا 2024-2025. المشاورات دي بتتعمل في الوقت الحالي للاستبدال الدوري لبعض الفيروسات اللي موجودة في لقاحات الأنفلونزا عشان تكون اللقاحات أكثر فعالية بسبب طبيعة التطور المستمر والتحور لهذه الفيروسات. نعرف تفاصيل أكثر مع الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، اللي بينضم لنا عبر تطبيق زوم. صباح الخيرات يا دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وعلى دكتورة منى وعلى جميع المشاهدين. بداية حابين نعرف من حضرتك إيه طبيعة المشاورات اللي بتتم الآن عشان يتم إنتاج لقاح للإنفلونزا الجديد في 2024-2025؟ بتنظم منظمة الصحة العالمية اجتماعات دورية بشكل دوري علشان التعرف على فصائل لسلالات الإنفلونزا اللي قد تكون هي المسببة لحالات اللي بتظهر في العالم عموما. وبتتم هذه المشاورات الحقيقة مرتين في السنة، مرة علشان الإنفلونزا اللي ممكن تكون موجودة في نصف الكرة الشمالي، ومرة علشان في النصف الكره الجنوبي. زي ما حضرتك بتعرف ان النصف الشمالي فتره الشتاء بتاعته هي فتره الصيف في الجنوبي والعكس. وبالتالي بتتم هذه المشاورات لمعرفه السلالات اللي ممكن تكون هي اكثر انتشارا في هذا التوقيت. وبالتالي بتختار منها من خلال طبعا الخبراء والمعنيين بدراسه الفيروسات علشان تقدر تختار اكثر هذه السلالات اللي ممكن تكون متسببة، وبالتالي يتم فعلا صناعة اللقاحات بالاتفاق مع الشركات المنتجة للقاحات وكمان الهيئات التنظيمية المحلية لكل ده. دكتور، قعدنا لسنين لقاح الأنفلونزا بيكون ثابت وما كانش بيتغير، مؤخرا لازم كل سنة بنشوف تطوير للقاحات دي وإعادة تفعيلها عشان تكون مواكبة لتطور الفيروس. الآخر كام سنة هي اللي فرقت قوي في الموضوع ده؟ طبعا منذ بداية زيادة الحالات والأوبئة وخاصة مع ظهور إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، بدأت منظمة الصحة العالمية تعمل هذه المشاورات علشان التأكد من نوعية السلالات اللي ممكن إنها تكون متسببة في ظهور حالات البرد والإنفلونزا أو الإنفلونزا عموما اللي بتظهر في مناطق كتير. وبالتالي يتم فعلا عمل اللقاحات المتخصصة اللي تقدر انها تحمي الناس من معظم السلالات المنتشرة، وبالتالي تقلل من حالات الانفلونزا اللي ممكن انها تتسبب في وفيات اذا كانت طبعا شديدة زي ما ظهر مثلا انفلونزا الخنازير او ايام انفلونزا الطيور. طب دكتور أشرف، التحور دائم ومستمر، يعني دايما في متحورات جديدة، دايما بنسمع عن اسم متحور جديد، إلى أي مدى، وسؤالي لحضرتك عن فعالية هذا اللقاح أمام هذه التحورات المتنوعة والمستمرة؟ طبيعة فيروس الإنفلونزا الحقيقة إن هو تركيبه حاجة اسمها الـ RNA. الـ RNA هي سلسلة واحدة بس من السلسلة الوراثية، وبالتالي ممكن إن بيحصل فيها نوع من التغيرات الدائمة والمستمرة مع كل انقسام ممكن يحصل في الفيروس او يعمله الفيروس. وبالتالي ده ممكن يظهر للفيروس او يخلي للفيروس بعض الخصائص المختلفه عن الخصائص السابقه. طبعا الخصائص اللي بيتم دراستها هي شده المرض ومعدل الانتشار واستجابته للادويه واستجابته للقاحات. وبالتالي بتقوم منظمه الصحه العالميه بجمع المعلومات عن السلالات اللي بتظهر جديده خاصة من الفيروسات اللي بيتم انتشارها عن طريق الجهاز التنفسي زي مثلا كورونا فيروس وزي الانفلونزا فيروس، لان هما الاثنين بيشتركوا في ان تركيب الفيروس عبارة عن RNA وهو ده سلسلة واحدة بس من المادة الوراثية. وبالتالي ممكن التغيرات تحصل كتير ونقدر نشوف سلالات او تحورات كتيره مع الانقسامات اللي ممكن تظهر او تتم في الفيروس نتيجه تعرضه لبعض الادويه او للظروف المناخيه اللي ممكن انها تغير من طبيعته بشكل. دكتور، احنا في اواخر فصل الشتاء، هل ما زلنا بننصح الناس انها تاخد اللقاح للانفلونزا؟ طبعا لا زال لسه يعني فصل الشتاء موجود، وطبعا اللقاحات الحقيقه بتحمي خاصه الناس الاكثر تضررا
مثل السيدات الحوامل والاطفال وكبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه. وبالتالي اللي بياخد اللقاح هو صحيح مش بيمنع بنسبه 100% الاصابه، لكن على الاقل ان هو بيقلل من شده الاصابه وبيقلل من حدوث الوفيات. وبالتالي احنا بننصح طبعا الناس اللي ممكن انها تكون بتعاني من مشكلات صحيه زي امراض القلب والسكر وامراض الصدر والسده الرئويه، وكمان زي ما قلت الحوامل والاطفال وكبار السن، انهم يحصلوا على اللقاحات لانه ده بيقلل فرص الاصابه، واذا حصلت بتكون اقل في شدتها. ازاي يا دكتور بيتم تحليل بيانات مراقبه فيروس الانفلونزا؟ ده بيتم الحقيقه من خلال تحاليل طبعا طبيه كتيره جدا، منها تحليل البي سي ار اللي بيقدر ان هو يتعرف على السلاله الموجوده، لكن كمان في تحاليل بتقدر انها تفك الشفره البروتينيه بتاعت الفيروس وتقدر انها تعرف تركيبه، وبالتالي بيقدر ان هو يقول لنا مين السلاله اللي ممكن انها تكون سائده في الفتره القادمه. دكتور، اللي بياخد لقاح الانفلونزا بيبقى عنده زي كده ذاكره للفيروس، بحيث ان هو حتى اذا لم يتلقى اللقاح في السنه اللي بعدها بتكون الاعراض اذا اصيب بالانفلونزا اقل وطأة؟ الذاكره المناعيه دي حاجه طبعا مهمه جدا، ودي الحقيقه بتساعد الشخص على ان هو يقاوم المرض، لكن الذاكره المناعيه مش لكل الفيروسات متشابهه. فبنبص مثلا نلاقي ان الذاكره المناعيه عندنا ضد بعض الفيروسات زي مثلا فيروس القاطمه او فيروس التهابات الغده النكافيه بتكون قويه جدا، وفعلا احنا مش بنصاب بهذه الفيروسات الا مره واحده في الحياه، وده نتيجه انه هذه الذاكره المناعيه بتكون قادره على التعرف على الفيروس. لكن الذاكره المناعيه بالنسبه للفيروسات اللي تركيبها ار ان ايه زي ما قلنا ممكن انها تقل مع الوقت، وبالتالي بيحتاج ان احنا ناخد جرعات تنشيطيه كل فتره علشان نقدر ان احنا نقاوم الاصابه بالمرض، او على الاقل زي ما بنقول نقلل من شده وحده المرض عند الاصابه. الاطفال في مرحله التطعيمات دكتور، وهم بيتلقوا التطعيمات الاجباريه اللي موجوده في وزاره الصحه، بننصح برضو انهم ياخدوا تطعيم الانفلونزا؟ اه طبعا احنا بننصح الاطفال انهم ياخدوا التطعيمات بتاعه الانفلونزا، علشان الاصابات في الاطفال ممكن انها تكون شديده وممكن انها تؤدي الى يعني اصابات او وفيات في بعضهم اذا كان الطفل طبعا مقاومته او مناعته ما هياش كافيه الى صد هذا الفيروس او الاصابه بالفيروس. وبالتالي علينا ان احنا الحقيقه نهتم بالموضوع ده، يعني زي ما قلنا ان الاطفال صغار السن وكمان السيدات الحوامل وكبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه والامراض الرئويه عليهم انهم يكونوا اكثر حرصا في الوقايه، وفي نفس الوقت يحصلوا على اللقاحات، لان هي دي اللي بتقلل فرص الاصابات الشديده والوفيات. طب دكتور اشرف، ازاي نعزز الذاكره المناعيه زي ما حضرتك قلت هذا المصطلح للجسم؟ يعني نعززها ازاي، والجرعات اللي بتؤخذ هل في مسافه زمنيه ما بين جرعه لجرعه اخرى تعزيزيه؟ بالظبط، هو علشان نقدر ان احنا نعزز الذاكره المناعيه محتاجين ان احنا نعرض الجهاز المناعي لنفس المسبب بجرعات صغيره، وهو ده اللي بتعمله اللقاحات او بتعمله الجرعات التعزيزيه او التنشيطيه. يعني لما بنكون خدنا اللقاح مره وبعد كده بنرجع ناخده مره تانية بعد فتره معينه، ده قد ايه الفتره يا فندم؟ يعني ما بين الفتره والتانية على طبيعه كل فيروس، بيعتمد على طبيعه كل فيروس. يعني مثلا بالنسبه لفيروس بي اللي هو مسبب الالتهاب الكبدي، فيروس بي احنا بناخد ثلاث جرعات، جرعه عند صفر وواحد وسته. صفر اللي هو وقت التطعيم، وبعد شهر وبعد 6 شهور. تمام. لكن بعض الفيروسات زي ما قلنا اللي هي تركيبها ار ان ايه، لا دي بتبقى محتاجه ان احنا ناخدها بفترات متواليه، وبتعتمد بقى على الدراسات لتحديد المده اللي ممكن ناخد بعدها الجرعات التنشيطيه. يعني ده معتمد على الابحاث العلميه اللي بتقدر انها تقول لنا افضل توقيت نقدر ناخد فيه الجرعات التنشيطيه بعد اي مده. دكتور، لقاحات كورونا منفصلة عن لقاحات الأنفلونزا، نقدر ناخد اللقاحين في نفس الوقت؟ أي طبعا أثناء جائحة كورونا احنا اضطرينا ان احنا نعمل كده فعلا،
وكنا يعني وخاصة مع ظهور كورونا وكل إنفلونزا في نفس التوقيت وفي نفس فصل الشتاء. لكن الأفضل طبعا إن احنا يبقى في نوع من المباعدة بين اللقاحات، يعني ناخد اللقاح الأول مثلا للإنفلونزا وبعدها بأسبوعين ناخد اللقاح الثاني لكورونا. ده على أساس إن احنا بنخلي الجهاز المناعي يكون في حالة تأهب للقاح اللي احنا بنستخدمه، وبالتالي نقدر نحصل منه على أفضل النتائج. وأفضل النتائج معناها إن هو تكوين الأجسام المضادة بالكم الكافي اللي يمنع الإصابة بالمرض أو بالفيروس اللي احنا بناخد عشانه اللقاح. بنشكر حضرتك دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بطب عين شمسة، سابقا على كل هذه المعلومات القيمة كنت معنا عبر تطبيق زوم.